واسمي ناوكي يوماموتو. ناوكي يعني دور المستقيم في اللغة اليابانية، وهذا اسمي. وأنا طالب ماجستير، وأنا أدرس عن المتصوف والسلفيين في عصر العثماني. لكن أنا اليوم أنا سأتكلم عن الزواج في الموضوع. الزواج طبعا هذا أهم شيء في حياة الإنسان، وفي اليابان الزواج التقاليدي يعني يعتقد أن البركة من الأرواح. يعني في اليابان يوجد الدين اسمه شينتو. والزواج التقاليدي مبني على دين اليابان يعني شينتو. وشينتو هذا الدين موهب في القدم يعني قديم جدا. ودين الشينتو أثر في المجتمع الياباني قوية منتشرة. ودين الشينتو هذا اعتقاد بالأرواح، يعني يعتقدون الأرواح موجودة في كل يعني في المواد أو النبات أو في الحيوان أو في الإنسان يعني كل. ويعتقد الأرواح هذا يعني شيء مقدس. وهذا حفل الزواج في القديم إن أنسب ويقوم بحفل في البيت، هذا في البيت ليس في يعني حارة أو يعني كنيسة أو في القصر. ويقوم بحفل في البيت العروس خصوصا في غرفة المعيشة. وكان يعتقدون اليابانيون أن الأرواح أي تعيش في غرفة المعيشة بسبب يعني أرواح في الكنيسة. لذلك أنا أريد أن أتكلم كيفية حفل الزواج في اليابان. في البداية يقضي رجل الدين، هذا رجل الدين في أشينتو، يقضي رجل الدين أشينتو أرواح جديدة لتجربة السعادة لزوجين. ويعتقد الياباني أن الأرواح تأتي لمكان الزواج عندما توقف رجل الدين الزواج. وبعد ذلك يكون الزوجان مثل هذه الصورة هو هي وهو يكون بوضوء باستخدام ورق هذا ليس بالماء. يعني هذا هو ليس حقيقي، هذا مجازي، هذا يعني يرمز على نظيفة الإنسان. نحن لا نستخدم هذا الورق مثل في الحمام ويعني يغسل الوشي، هذا مجازي فقط. هذا رمز للوضوء. وبعد الوضوء بعد ذلك يشرب زوجان الخمر التسع مرات في بكاس خمرة. يعني هذا كاس يعني خاص بالزواج فقط. ويشربان هذا. وفي نهاية يقول الزوجان كلمة الشهادة أمام المنبر. يعني في الصورة هذا المنبر في شينتو. في النهاية كل مدعوون يشربون الخمر بما فيهم أقارب أو زوجان أو رجل الدين. يعني كل إنسان يشرب خمر. يعني في شينتو الخمر هذا بركة من الأرواح، هذا الشيء المقدس، أهم شيء في اعتقاد شينتو. وكمان الزوجان يلبسون ملابس خاصة للنساء. تلبس ملابس أبيض. يعني اللون الأبيض يدل أو يرمز على نظيفة الإنسان، ويخرج النساء للرجل.
ولذا يلبس ملابس أسود. الألوان الأسود يدل على قوية الرجل، وهذا رمز الشجاعة. وشكرا جزيلا على البيان كنا تجسسا.